شلون شفت السوق؟ الاسعار مو زينه مرتفعه اكو ارتفاع هالمره؟ لا مرتفعه. مرتفعه اي الله يساعده يعني الفقير. يعني مرتفعه. هو اليوم احنا نعرف ماكو دعم للفلاح، الفلاح ما حد يدعمه. هو الفلاح يا اخويا همي انا من واحد يدعمه ويسد الحدود يبدا الاسعار يصعدها. زين ليش؟ زين انت الدنيا صيف غير المفروض تنزل انت لي حتى بضاعتك تمشي؟ هم لا يصعدون اياها فيبقى متكدس بالسوق. يعني شلون يعني ليش الفلاح يصعد علينا؟ يعني انت من اهل البلد، انت تساعد بلدك، يعني على اي اساس انت تصعد بالمواد مالتك؟ صح ماكو دعم من الدوله، صح ماكو كيمياوي، كيمياوي هاي ما عندك، بس لازم هم انا واحد مساعده، واحد يساعد الاخ حتى نعيش، يعني حتى نعيش. بس الله يسلمك الله يخليك، اهلا وسهلا. نرجع للحجي يسولف وياه، انت قاعد تشتغل خلينا نسولف وياه. هنا الحجيه قالت الجبن اخذته قبل فتره بسته، هسه صار بسبعه. صحيح. شنو المشكله صارت؟ يقول لك اللبن شح، يقول اي خمسه. شنو اللي صار؟ يقول لك اللبن ماكو، اللبن قليل ماكو، هاي مال شو اسمه هاي الهوش ماكو، حليب ما ادري شنو، وماكو يعني بيغلوا الاسعار علينا. شو نسوي لهم يعني؟ هم دي غلوا عليكم من هناك؟ اي بس هي فترة الصيف يعني ماكو، يعني صدق الحليب يشح، هاي معروف كل سنة هاي. زين. راسا يغلوا شو اسمه الأسعار علينا غصبا، يعني لازم نغلي نرفع السعر. يعني إن شاء الله مو بإيديكم. لا مو بإيدينا الحمد لله. أنت قلت هنا اليوم هذا المخللات اللي موجودة، قلت لي هنا هذا الخيار هو خيار إيراني. ما في العراق ليش؟ غالي غالي، ماكو ماي. الفلاح يعاني من الماي، من شحة الماي، ماكو ماي نهائيا بالعراق. يقول لك حتى الابيار بيسدوه علينا. لازم نجيب من النيل. ايوه يا ريت. هنا نهر دجله والفرات. يعني نهرين. نهرين. نهرين وماء ماكو. احنا هناك نهر واحد. والحمد لله والشكر. اي ماكو، العالم الفلاح يعاني من قله المي، شحه المي هاي مشكله. يعني الخيار تبص كلها الزرع يرد مي، منين يجيب له مي؟ حتى لو اكو ابيار، الابيار ما تلحق على الفلاح. صح ولا لا؟ والله كريم وربنا يسلمك. الله يعطيك حتى الحجيه عيوني. يا اهلا وسهلا حبيبي.